يعني احنا من قلنا عملية الملاحظة اكو تشيك ليست الملاحظة، وكم كل كم ثانية او كم دقيقة نبدي نلاحظ السلوك، فهذه اذا تزودنا بمعلومات وافية، وانها ايضا تعمل بمثابتة القاعدة للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للسلوك اذا لم تتم معالجته. تبعا لذلك من الضروري ان يتصف الخط القاعدي، اذا الخط القاعدي لازم باستقرار حتى شنو؟ حتى يستطيع الباحث بالتنبؤ بقيمة السلوك المستقبلية، ويشير استقلال المتغير التابع الى عدم وجود تباين ملحوظ في قيمته من جلسة ملاحظة إلى جلسة ملاحظة أخرى. إحنا قلنا لازم نكرر الملاحظة أكثر من مرة، فلذلك أكو لازم استقرار في هذه القيمة وعدم تباين. الحقيقة هي شنو؟ استقرار الخط القاعدي هو مهم جدا في علم السلوك التطبيقي، وخاصة في علم في تعديل السلوك. التباين في السلوك هو القاعدة وليس الاستثناء، ففي العادة يجد الباحث نفسه مرغم على التعامل مع أنماط عديدة من الخطوط القاعدية. نشوف بأنه استقرار الخط القاعدي هو ماكو قاعدة بلا استثناء، فمثلا يستطيع الباحث البدء بالمعالجة في الخط القاعدي التصاعدي إذا كان الهدف من المعالجة تقليل السلوك المستهدف، ويستطيع في حالة الخط القاعدي التنازلي إذا كان من زيادة المعالجة، إذا كان الهدف من المعالجة زيادة السلوك. فيعني